أكد وزير الخارجية اليمني المكلف رياض ياسين أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لا يزال في عدن ويواصل مهامه الرئاسية من داخل المدينة. يحاولون طبعا الهجوم على الرئيس، حاولوا اليوم قصف الرئيس بالطائرات، حاولوا أيضا اقتحام بعض المؤسسات في المناطق المحادية لعدن. الحمد لله حتى الآن لا تزال عدن صامدة ولا يزال الرئيس في عدن، ونحاول قدر الإمكان أن نتماسك وأن نصمد. طلبنا اليوم من خلال لقائنا اليوم مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أن يكون هناك موقف قوي وواضح وتدخل عسكري مباشر من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بالدرجة الأولى ومن قبل بقية الدول العربية.